وزارة التجهيز والنقل شرعت منذ الوهلة الأولى في تطبيق برنامج تعهدات رئيس الجمهورية، حيث بدأت بشق الطرقات في الأحياء العشوائية بالعاصمة نواكشوط وكذلك المدن الداخلية، أهمها طريق نواكشوط روسو الحيوي الذي باتت الأشغال فيه بطورها النهائي وأنجز بمعايير دولية تضمن جودته وقوته. ومن الطرق ما أنجز ومنها ما هو قيد الإنجاز. طريق بن نشاب المقطع الأول بطول 65 كيلومترا، طريق المذرر ركيز بطول 53.7 كيلومترا، طريق كيف بومديد بطول 108 كيلومترات، طريق باسك نوفاصالة بطول 63.8 كيلومتر، طريق نواكشوط بوتلميت المقطع الثاني، طريق روس نواكشوط المقطع الثاني بطول 120 كيلومترا، بناء 14.4 كيلومتر من الطرق الحضرية، إعادة تأهيل 27 كيلومترا من الطرق الحضرية، طريق النعم الشميم بطول 31.4 كيلومتر، طريق تامشقة الزرافية بطول 90 كيلومترا، الطرق الحضرية بجوجة 13 كيلومترا، بناء 24 كيلومترا من الطرق الحضرية في نواكشوط، بناء 11.63 كيلومترا من الطرق الحضرية بالسبخة والميناء، بناء 40 كيلومترا من الطرق الحضرية في نواكشوط. مشروع تهيئة الأرصفة على الشوارع الرئيسية بمقاطعتي عرفات والسبخة بنواكشوط. ولتقريب الخدمة من المواطن استحدثت الوزارة برنامج خدماتي الذي سيسهل للمواطنين الحصول على بطاقات سياراتهم الرمادية وكذا رخص سياراتهم وغيرها، وظلت الرقابة مشددة على السلامة الطرقية لمنع حوادث السير. في البداية القطاع بدأ بتنفيذ خطة متكاملة، خطة خمسية ماشي إلى نهاية 2024، وعلى أنه نزل ذلك الخطة الخمسية في خطط سنوية، والخطة السنوية للقطاع خلال سنة 2020 والأشهر الأخيرة من 2019 تم إعدادها تناغما وتماشيا مع ذلك المحاور السبعة اللي موجودة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني تعهداتي، واللي بوب عليها إعلان السياسة العامة للحكومة اللي عرض معالي الوزير الأول أمام البرلمان. وذيك المحاور السبعة هي: أولا الإصلاح القانوني والمؤسسي للإطار العام للتنقل، تحسين السلامة الطرقية، إعداد وإنشاء 300 كيلومتر من شبكات الطرق الحضرية وإنشاء طرق جديدة وتعزيز الشبكات الداعمة للتبادل الإقليمي والشبه الإقليمي وتعزيز وتحسين النقل العمومي من خلال حل إشكالية الحركية في المدن الكبرى وفي مدينة نواكشوط. القطاع بدأ أولا بتعديل اللي ينقال له آلية خدماتي اللي تعرفوا أن أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة مناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني من مدينة جوجت. وكان قطاع النقل لأنه هو القطاع اللي لاهي تبدأ فيه هذه تطبيق هذه الآلية اللي تجسد بالفعل ذاك الشعار اللي قال اللي هو تقريب الخدمة من المواطنين، الخدمات من المواطنين. ونعرفه كاملين على أنه هذه الآلية الحمد لله بدأت في قطاع التجهيز والنقل ومكنت إلى حد الآن من نتيجتين أساسيتين. لولا منهم أعلنوا تم رقمنة الإجراءات الإدارية
اللي تمكن من تقديم هذه الخدمة للمواطن. ولاقبونا على سبيل المثال الخدمتين المهمتين اللي تتعلق بهم اللي تقدمهم هذه الآلية، اللي هي خدمة البطاقة الرمادية وخدمة رخصة السياقة. لهي نشوفوا بالأرقام، أعلنوا اليوم خدمة البطاقة الرمادية تقدم لطالبي هذه الخدمة بنسبة 97% للآجال المحددة اللي هي 5 أيام. عندنا 3% هي اللي تقديمها يتجاوز الآجال المحددة، والعمل جاري لأنه يشاف المشاكل اللي خلات هذه 3% ما تقدم للمواطن في الآجال المحددة. خدمة رخصة السياقة اللي منها يتعلق بتبديل والله رخصة جديدة والله تغيير، هذه تقدم اليوم للمواطن في الآجال المحددة بنسبة 100%. هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى اللي تتعلق ببعض الأمور الأخرى يطلبها المواطن. وهذه الآلية أضافت شيء جديد، هو أعلنها وضع تحت تصرف المواطن الموريتاني طالب هذه الخدمات آلية التقديم شكاياته، وشكاياته تقدم وتراجع وتقدم لها الحلول، ويتواصل به ياكين قال له انت راه هو ملفك والشكايه اللي قدمتها راه هي تم معالجتها والى اخره. تطويرا لهذه الخدمه اللي مهمه حتى ومهمه عند الحكومه وعند فخامه رئيس الجمهوريه، تطويرا لهذه الخدمه يعمل القطاع حاليا على انه يقوم برقمنه مسلسل التقدم لخدمة رخص السياقة. نعرف كاملين أن العمل البشري عنده أخطاء تواكبه، وياكن نقلص من ذيك الأخطاء. بدأنا في إصلاح غاية في الأهمية اللي هو إصلاح رخص السياقة، وهذا الإصلاح يتمثل في علمه في المستقبل القريب إن شاء الله أي مواطن موريتاني يدور يتقدم لرخصة السياقة ما مطلوب منه لأنه يرفض ملف ويجيبه لإدارة معينة، لا يتعود عنده منصة إلكترونية إن شاء الله يتقدم بها لهذه الخدمة. هذا لا يمكنناش، هذا نتائجه شنو هما؟ على أنه لا يتعود فم أقصى درجات الشفافية في تقديم هذه الخدمة للمواطن، لا يتمكن من تقريب هذه الخدمة للمواطن، ولا يتقلص من ذيك الأخطاء كيف قلت البشرية اللي صاحب أي عمل بشري. هذه أزف بشرى للمواطنين الأعزاء على أنه في القريب العاجل إن شاء الله لا تنفتح لهم دورات طلب رخص السياقة بشكل رقمي وعن بعد. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أنه تعلمنا من جائحة كورونا اللي مرينا بها الأشهر الماضية، على أنه العمل الإلكتروني والإدارة الإلكترونية والاقتصاد الإلكتروني هو الوجه إن شاء الله تعالى. به اللي كانت هذه ما هي موجودة يعود العمل كامل توقف. نختار نقول هون على إنجاز هذه الطرق يتم حسب مقاربة تعتمد على ركيزتين مهمتين. الركيزة الأولى هي صرامة القطاع في احترام في احترام الجودة حسب دفاتر الالتزام. هذا ما فيه مساومة، والتعليمات المعطية للشركات والمكاتب المراقبة هي على أنهم يعودوا واعيين، على أنه يلزم مراعاة وتطبيق ذوك معايير الجودة اللي يتم تحديدها. الركيزة الثانية هي المتابعة اللصيقة والمستمرة لإنجاز هذه المشاريع، واللي الهدف منها أن المشاريع تنجز في الآجال المحددة. للمشروع إلى أن يتم إنجازه في الآجال المحددة لا يستفاد من المواطنين في أقرب وقت ممكن، ولا هي يمكن ذلك إن شاء الله من تسهيل
حركتهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. فيما يتعلق بكوفيد، القطاع يعتبر من القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الجائحة، به اللي الطيران توقف، التنقل بين الولايات توقف في مرحلة ما، وهذا تأثر منه القطاع. برجوع النشاط إن شاء الله القطاع النقل بجميع أبعاده، لا يتعودوا شفتوا اللي تقريبا أسبوع والله أسبوعين، وعدل ورشة النقاش دليل التهيئة الظروف لإعادة النشاط في مجال النقل الجوي، إياك إلى وعدل النقل الجوي ويعدل في أطر السلامة اللي تتيح أن المواطنين والزائرين لبلدنا يعودوا إن شاء الله يوصلوا ويتنقلوا بسلامة تامة من كوفيد.